معانا على هاتف الأستاذة هالة مكرم، المحامية والناشطة في حقوق المرأة. ألو، مساء الخير. مساء النور، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، وانتصار جديد بتحصل عليه المرأة، وإنجاز جديد، باب جديد بتفتحه المرأة في مجال القضاء. طبعا أولا بنشكر سيادة الرئيس، ودي طبعا ثقة غالية جدا جدا في القيادة السياسية بمصر، وده أكبر دليل أن المرأة المصرية كفء، فعلشان كده تقلدت مناصب يعني كتير جدا. ولازم نسمي عصر الرئيس السيسي هو العصر الذهبي للمرأة المصرية. شايفة وقوف المرأة أنها تمثل الإدعاء في المحكمة بهذه القوة، كما كانت يعني الأستاذة داليا محمود وكيل النائب العام في المحكمة، شايفة هذا التغيير؟ شايفة المساحات الجديدة اللي بتحصل عليها المرأة خاصة في مجال القضاء اللي قعدنا يعني سنين نكافح من أجل أن تصل فيه المرأة إلى أي مكانة؟ طبعا كده يعني كده بقينا أو وصلنا إلى المساواة وعدم التمييز، وذلك برضو هعيد دي تأكيد على جدارة المرأة المصرية في تولي المناصب. يعني اتولت المرأة المصرية في مجلس الدولة بقى 98 قاضية وأكثر من 430 قاضية في السلك القضائي عموما. فدي طبعا المرأة المصرية أثبتت كفائتها، وبرضو هعيد تاني إن إحنا بنعيش في عصر ذهبي لم نعيشه ولم نشهده من قبل، وما زال أمامنا الكثير في الفترة القادمة لتحققه المرأة في كل المجالات وخاصة في القضاء. أنا بشكر حضرتك جدا الأستاذة هالة مكرم، المحامية والناشطة في حقوق المرأة.